من أكتر الحاجات اللي بنحتاجها النهاردة في حياتنا كقادة، كبني أدمين، كأهل، كأصدقاء، كأصحاب، كأولاد، في أي علاقة احنا فيها، هي الأمباثي أو التعاطف، واللي هي جزء منها هو الرحمة بالناس. من الحيل الدفاعية الغريبة قوي اللي بتخلينا ساعات ما يبقاش عندنا تعاطف مع اللي قدامنا، سواء بالموقف اللي هو بيمر بيه أو الشعور اللي هو حاسه أو الحاجة اللي هو محتاجها. حيلة دفاعية العلماء سموها comparative suffering أو مقارنة المعاناة. comparative suffering دي بتبان في شكلين، يا إما إحنا بنعملها على نفسنا أو الناس التانية بتعملها معانا. فأنا مثلا النهاردة عندي مشكلة، متضايقة من موقف معين، متضايقة من حاجة معينة حصلة، زعلانة من حاجة معينة، في حاجة مضايقاني، أبتدي أقارن حالي بالناس اللي حواليا، فأقول لنفسي إيه؟ على فكرة انت ملكيش حق تزعلي، ملكيش حق تتضايقي، ملكيش حق تكبري الموقف ده قوي كده، شوفي حالك، ده انت احسن من غيرك بكتير، ده انت اللي فيه ده ولا حاجة جنب الناس التانية. كتير مننا ايام الكوفيد كان بيقول لنفسه كده، ابقى انا مثلا شايفة نفسي قاعدة زهقانة او حاملة الهم او خايفة، فقارن نفسي بحد تاني يمكن يفقد وظيفته او عيان او حد في عيلته عيانة، فابتدي اقول لنفسي ملكيش حق على فكرة، انت غلطانة. وساعات بتروح لمرحلة ده قلة إيمان، ده قلة صبر، ده قلة يقين، ده قلة رضا. الفكرة إن الحيلة الدفاعية دي زي كل حيلة دفاعية فيها نوع من الخير، والخير إن أنا فعلا أدي للموضوع برسبكتيف، أبص فعلا للمنظور الأكبر وأقول أنا بشتكي من إيه، أنا حقيقي عندي حاجات أحمد ربنا عليها فمش مفروض أشتكي. لما باخدها بالجانب الكويس بتاعها ففعلا بيبقى عندي رضا ويقين وصبر اكتر. المشكله ان ساعات الحيله الدفاعيه دي بتخلينا نضغط على نفسنا زياده، فما نسمحش لنفسنا ان اوكي انا فعلا راضيه وفعلا حامده وفعلا مدركه النعمه الكبيره اللي انا فيها، لكن ده ما يمنعش ان انا فعلا متضايقه وفعلا زعلانه وفعلا اللي انا فيه ده حاجه بالنسبه لي متعبه. فده شكل. الشكل التاني بقى لما الناس التانية بتعمله معانا، وانا كنت بحسه كتير قوي في موقف يمكن يكون سياقه مختلف، لكن انا كنت بشتغل في شركة سياحة فترة، وكنا كتير لما بنتكلم على خدمة العملاء والتعاطف مع العملاء كان بيجي لنا ساعات ناس بيشتغلوا مع العملاء الاجانب. فمثلا تبقى واحدة جاية من بلدها ولسه قطتها ماتت، وهو بيبقى مندوب غلبان، ظروفه تعبانة، يدوب قادر يقضي حاجاته وحاجات عيلته، مش عارفة أمه تعبانة وأبوه عنده إيه وظروف حالته إيه. فالست دي جاياله من بره تقول له أنا متضايقة قوي، أنا عرفت النهاردة الصبح إن قطتي ماتت. فتبقى متضايقة وزعلانة، وهو يبص لها كده يبقى عايز يقول لها أنت بتكلمي في إيه؟ يعني تعالي شوفي المشاكل اللي بجد، هي دي مشكلة؟ هي دي حاجة؟ هو معاه حق، وفي نفس الوقت هي معاها حق. هو عمل ايه؟ هو عمل comparative suffering، هو قارن ما بين معاناتها والمعاناة اللي هو بالنسبة له حقيقية. عشان نعرف نتعاطف مع اللي قدامنا ونبقى فاهمين شعوره من وجهة نظره هو مش من وجهة نظرنا احنا، بنحتاج ان احنا ما نحطش نفسنا مكاننا، ما نقارنش. مشكلة comparative suffering انه بيخليني اقارن المعاناة بتاعت حد تاني بالمعاناة بتاعتي، او الظروف بتاعت حد تاني بالظروف بتاعتي، او ظروف العالم او ظروف اللي حواليه، وده ما بيفيدش. لان انا حتى لو انا مقدره تماما ظروف كل حاجه حواليا، ده ما بيمنعش ان ممكن ساعات حاجات صغيره تضايقني، حاجات تبقى بالنسبه لحد تاني تافهه بالنسبه لي انا تبقى كبيره. فلو احنا ما خدناش بالنا من الكومباريتيف سافرنج ده وحطينا كل حاجه في مكانها وقلنا ان لكل مقام مقال، وده ما يمنعش يعني كون ان قطه حد مات ده ما يتقارنش خالص بحد تاني مثلا امه عيانه او تعبانه او لسه ميته، لكن ده ما يمنعش ان فعلا اللي قطتها ماتت هي فعلا متضايقه عليها وفعلا زعلانه عليها. فعشان اعرف اتعاطف معاها او اعملها كويس او اديها اللي هي محتاجاه او اواسيها او احسسها اني حاسس بيها، محتاج اخد بالي من الحيله الدفاعيه دي علشان ما تبقاش ان ذا واي، ما تبقاش واقفه ما بيني وما بين ان انا ادي رحمه ورأفه وتعاطف مع الاخرين ومع نفسي لما بنكون محتاجين ده.